سلام حبايب، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى الخوت يكونوا على خير وبخير، وليداتكم وصحتكم وتكونوا مزيانين. نتمنى لكم خير وابتسام اليوم، العشيه جديده ونهار جديد وفيديو جديد. وبغيت نشارك معاكم هاد النهار ديالي وهاد الزويتن ديالي، وبغيت نوريكم كيفاش عندي هاد الزيتون باش يصبر ليا حتى نبقى نحيد ونصوبو. ايوا كنت عادي نقادو، قلت نجي ندير شي فيديو. البارح ما درت لا فيديو لا والو. ايوا قلت اليوم نشارك مع الحبايب ديالي هذا الفيديو اليوم اللي غنصاوب فيه هاد الزويتنات ديالي. وقلت علاش لا ما نشاركش مع الحبايب ديالي الزيتون. واخا شوف اخوتي، واخا حنا في الصبر اليوم، واخا حنا في الغربه، الحمد لله اللي بغى شي حاجه كيوصل ليها. شوف اخوتي، الدنيا من حدنا عايشين، وحنا اللي بغيناها كنوصلوا ليها. بغينا الزيتون كنقلبوا عليه ونجيبوه، بغينا الزيت كنقلبوا عليها ونجيبوها، بغينا البقوله كنجيبوها. الحمد لله الكره الارضيه كلشي فيها، كلشي فيها. علاش ما قلبتي؟ كيف بلادنا، كيف بلادات الناس، كيف هنا، كيف لهيه، كيف كلشي. ايوا خوتي اش غنقول لكم دابا خوتي، هاد الزويتنات كنت جبتهم انا، راه شاركت معكم الفيديو ديال الزيت فاش مشيت جبت الزيت. مشيت اخوتي وجبت هاد الزيتون، ملي جبتو هو عندي في الكوزينه، هو عندي اخوتي في الكوزينه. ايوا دابا عاوتاني ما عنديش الوقت مع الخدمه وداكشي، ما عنديش الوقت باش نصاوبو. اليوم خدمتاني في هاد العشيه، جيت قلت لبنتي انا عامشي نقاد داك الزيتون باش ما يخسر لياش. وهاد الزيتون هذا الخضر كيجي غزال، برغم عليك انا الاصل ديالي جبليه عندي مع الزيتون وكنعرف نصاوبو. ايوا قلت الحبايب ديالي شاركوا مع الحبايب ديالي واخوتي وصحاباتي واول الاهل ديالي وكل شيء اخوتي. ايوا هذا الزويتنه الحبيبه جبته لهنا وحطيته، غنحيد منه هاد الخش هذا ديالو، هذا غنحيد هاد الخش ديالو منه، غنقيه، غنحيد هاد الخش، نحيد له هاد العويدات هادو، غنحطهم معاه هنايا حتى. ايوا غنبقى نهز عاب بهكا، وهذا عندي فيه الماء علما بوحدو باش الزيتون كيبقى صحيح. انا غنشرح ليكم دابا، غنبقى نهز هكا باش ما نهزش مع ديك العشوب ديالو. غنهزو عا هو بوحدو، نهز هكايا ونحطو في هاد الطاسه ديالي. هادي شديتها وغسلتها وباش ندير فيها هاد الزويتنات. ايوا علاش لا؟ علاش انا نشري الزيتون واجد؟ الحاجه ديال اليد ما كاينش بحالها اخوتي، الحاجه اللي كيعرف شي واحد يصاوب شي حاجه بلا ما يشريها واجده، يصاوبها في دويرته كتجي بنينه، وكتعرفي شنو درتي فيها، وكتعرفي شنو باش مصاوبه. حتى الا كليتي عرفتي راسك شنو دخلتي لكرشك. ايوا هادي هي ام شيماء، هادي هي ام شيماء، وغتشارك معكم الزويتنات. عندي فيها خوتي الكحل والخضر، ماشي مشكل، بحال بحال. حنا ملي كنبغيو الزيتون يصبر لينا في دوار العام، كنديروه عا في الماء، كنديرو في الماء وتتسدي عليه، وكتسدي عليها خوتي، وتيبقى بحال اللي جبتيه من الزيتونه. ملي كتبغيه انا كنقي وانا كنشرح ليكم. ملي كتبغي تصاوبي توجدي، كتهزي منه واحد شويه وكديريه عاوتاني في واحد البيدوزه، وكديري عليه الملحه، وكتبقاي تبدلي عليه الماء كل نهار، كتبدلي عليه الماء كل نهار. كنتمنى تكونوا كتسمعوني، كتبدلي عليه الماء كل نهار، وخاص الصداع ديال الطوموبيلات كتبقاي تبدلي عليه حتى كيحلى. يوم ملي تيحلى اخوتي كما بغيتو تصاوبوه كتصاوبوه، بغيتو تشقوه وديروا ليه الثومه، وديروا ليه الحامض، وديروا ليه السودانيه، وديروا ليه الياسر، تمم عليه الخير. انا كاع هادشي اللي من موري كله عشوب، هادشي كنبغي نطيب به، كندير به داكشي، كديروا معاه الياسر، وكديروا معاه الثومه. ومنين نكون عنا نصاوبو ان شاء الله، دابا نشارك معكم المقادير ديالو، داكشي اللي كندير. ملي كنشقو كندير معاه ديك العشوب وورقه سيدنا موسى، وتنخليه كنسد عليه، وكندير عليه شويه زيت البلديه، كنهضر معكم وكنشوف عندك ندوز شي خشاف في يدي.
وكندير عليه كندير شي قرعه وكنسد عليه وكنخليه تمن 15 يوم حتى ل 20 يوم ملي كنمشي نحلو. واش غنقول لكم نتوما مالين الخير اللي تيعرف يصاوب زيتو راه الا راه اللي متبعني وكي ويكون الاصل ديالو جبلي راه عادي يعرف شنو كنقول. وعلاش الا ما بقيتش نجدي انا ما نطلعش للجبل والخير موجود وكل شيء موجود تبارك الله ونجيب الحاجه جديده والحاجه زوينه ونديرها بيدي ياك اخوتي. ما كاينش بحال الحاجه ديال اليد والله اخوتي ما كاين بحال الحاجه ديال اليد. تبارك الله يا ربي عتي عزيتو نتا مرغزاب وزوين غنديرو هنا باش ما يخسر لياش. ايوا يا خوتي باش ما نضيع شي فيه تا يكون عندي وقيت. ايوا نصيف فيه النص والنص الاخر غنخليه ملي يسالي لي الاخر عاد نمشي نصاوب الاخر باش ما يخسر لياش. واللي ما واللي بغى يخضر به اللي بغى يخضر به اللحام وداك الشيء غنديرو به الملح والزيت والحامض فقط الملح والزيت والحامض. ايوا كتخليه ثاني كتشرطو بشي موس كتحلي ديري فيه ثلاثه الضريبات من هنا وديرو ثاني في الماء حتى يحلى ثاني القضب تدلي عليه الماء حتى يحلى وفي الاخر ديري ليه الحامض ديري ليه زويته بلديه ومليحه. ايوا تبارك الله وصل على النبي تيولي على مزيناتو. كتخضري به الدجاج تخضري به اللحم تخضري به كلشي. هيا الحبايب ديالي. ايوا يا خوتي اش غنقول لكم اخوتي الا كانوا عهد الناس ديال هاد اللهم ندير هكا الروتين ديالي اليومي هكا نشارك معكم اخوتي الطياب ونشارك معكم الزنقه ونشارك معكم زويتنات والزيت وفيما مشيت مساريكم بارك عليا. قال لك نقطه بنقطه كيحمل الواد. ايه هي الحبايب ديالي ولادي هاد اليوتيوب مغربي اش غنقول لكم زعما الله يهديهم والعائله اخوتي واللي قتلوا جداتهم. الله اخوتي الا مرضت انا بعدا من عند هذيك المراه مسكينه اللي دقوها حفايضها وبنادم ما يبقاش يتزوج ويولد بقى يعيش هكا بوحدو الا كانوا حفايضي انا عايجاو يدقوني بلاش. الله اخوتي الا زعما بغيت نشارك معكم هذا الشيء راه ضرني والله الا ضرني. وكانوا ديك الناس سبحان الله العظيم كانوا عزاز عليا دابا صافي كاع الناس كدابز كاع كندابزو ولكن ماشي حتى القتيله كاع كنتناقشوا ولكن خوتك والديك جداتك خوالك وكنت حنا خالنا دار مخلى ما دار فينا وهكاك وكنخليو خلينا ليه الله. والخوان ماشي بحال والخوت ماشي بحال ولكن عاوتاني تنضرب جداتي نقتلها بالعصا شنو هذا المنكر؟ هذا راه المنكر اخوتي هذا راه العجب. وسمحوا لي الا جاكم هذا الفيديو الا طولت عليكم هذا الفيديو اخوتي انا راه كنجمع معاكم وكن نقي الزيتون ديالي ها الحديد والمغزل. ايه ايوا اخوتي اش غنقول لكم انا المهم انا كنشارك معكم الشغيل ديالي وصافي ما كندير شي حاجه زعما كثر من الاستطاعه ديالي. داكشي اللي كنوجد في داري وداكشي اللي كنديرو والله الا خوتي خدمت الصباح وجيت ولقيت بنتي دايره الغداء الله يرضى عليها ويخلي لكم وليداتكم المرضيين. انا كنرضي على كاع البنات المرضيين والولاد المرضيين واللي كيتهلاو في والديهم واللي كيحنوا في والديهم واللي كيحنوا مع خواتاتهم ومع خوتهم. شوف اخوتي واخا الدابزه كاينه والنقاش كاين وتبقى فيك الحل وبالخصوص الانسان ملي كيكون اختك الكبيره وتغامر على خوتها وفي الاخر يكبروا ويبقاو يضادوا معاها هذه كتجي شويه قاصحه ولكن ماشي مشكل. كيبقاو خوتك ما تبغيش عليهم كتبكي عليهم في الغيبه ديالهم كتوصي عليهم ما كتبغي لهم شي حاجه خايبه والحياه هي هذه. ولكن عاوتاني حتى الانسان يبقى يضرب خالته الكبيرة اللي كانت هي مسؤولة عليهم ويضرب جداته وبنادم كينسى كل شيء أودي اش غنقول لكم والله إلا طمع الدنيا وخرج على المجتمع خرج على المجتمع. وحنا والله خوتي ما كنرضاو على البلاد ديالنا وعلى المغاربة ديالنا المغرب ديالنا والله ما كنبغيوها عادي ما يكون الفوق
ويكون ديما نسمعوا عليه الحاجه الزوينه. وبلادنا عندنا جوج الامهات ديالنا، عندنا امنا اللي ولدتنا، وعندنا بلادنا اللي ولدت اللي خرجنا منها واللي تزدنا فيها، هذيك الام ديالنا الثانيه. كنحماقوا على بلادنا، كنحماقوا على اولاد بلادنا، وكنحماقوا على الناس ديال البلاد ديالنا. والمغرب ديالنا الله يخليه لينا، والله يرزقه يا ربي عديمه في الطاج العالي. هادشي اخوتي، وكنجمع معكم، كنخوي عليكم، وكنعاود ليكم. انا والله اخوتي لبقى فيا الحلو بزاف على هذيك المراه مسكينه، على اللي ضربوها حفايدها، اللي ضربوها معكوها قبيله. كنت كنشوف واحد الصحافه خرجت عندها، يا خوتي يا خوتي يا خوتي شحال بقات فيا. والله الا انا كنتفرج فيها هي كتعرى شعرها وانا كنبكي. المنكر المنكر ولا في الدنيا، والله الا المنكر. انتم شوفوا الزيتون، ايوا انا بحال اللي جالسه، بحال اللي جالسين معايا، بحال اللي نتوما معايا هنا حاضرين معايا، وكتقولوا لي وزيدي زيدي يا ام شيماء زيدي. اشويه بشويه نبقى عاوتاني نعاود لكم على حياتي، نعاود لكم على على الاسره ديالي ان شاء الله يا ربي. عاف شويه بشويه، ولا عندكم شي سؤال سولوني نجاوبكم عليه. اخوتي انا ام شيماء، هادشي اللي عزيز عليا، عزيز عليا البلدي، عزيز عليا الحاجه نديرها في داري، عزيز عليا ديما نكون فرحانه، ديما نكون، ما عزيزش عليا ما عزيزش عليا المشاكل، ما عزيزش عليا طمع الدنيا. والله ما في قلبي طمع الدنيا بربي، ولكن الاسم اللي كيتعدى عليك ويحقرك من صغرك لكبرك، راه ربي كيوقف معاك، ربي يا خوتي كيوقف معاك. انا راه عرفتي علاش كنهضر لكم، انا كنهضر لكم على واحد في العائله ديالي، حاشا واش يكون خالي، واخا بغيت ولا كرهت، ما كنعزلوش خوانا ولا كنعزلو خالتاتنا. تعدى علينا واحد التعدد، تعدى لي على خويا، ربي يخلصو، حنا خلينا له على الله، حق ربي ناصرنا. والله انا الحبيب ديالي لا ربي ناصرنا. ايوا المهم دابا باش ما يجيكمش الفيديو طويل، غنخلي حتى نكمل هذا من بعد. هانتوما اخوتي، هذا الزيتون ديالي درتو هنايا في الماء، درتو هنا في الماء، ها هويا. ايوا اخوتي الحبايب ديالي غادي نوض، غنخليه هنا وغنسد عليه، غنسد عليها اخوتي، باش هذا علم بوحدو. راه معايا بقى لي جديد بحال اللي عاد جبتو من 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 الزيتون. ها رانا غادي نزيد عليه هذا، عاد شي واحد شويه، شي وحدين عندي ما خسروا ديك الكحلين، غنحيدهم، غنخليه هنا، غنسد عليه هكا صافي. هذا الزيتون هذا غيبقى ليا كيف ما هو، حتى نبغي نوجدو يكون عندي الوقت، وعاد نجبد منه شويه وندبكو ونقادو ونصوبو ونخليه حتى يحلى. ايوا منين غنكون كناكلو غنشارك معاكم، غنشارك معاكم الدكان، وغنشارك معاكم منين نكون كنشرملو، وغنشارك معاكم كل شيء. صافي اخوتي كنسلم عليكم وكنبوسكم وشكرا ليكم. ما تنساوش تبارطاجيو لي اللايف ديال القناه ديالي، وتنسلم كاع على الحبايب ديالي اللي كيدخلوا عندي. وشويه بشويه وحنا غاديين، انا راه ما مزروباش، اي حاجه كنحطها طلعت ما طلعتش بحال بحال. المهم كيعجبني انا هاد التواصل الاجتماعي. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا، وحتى المره اخرى ان شاء الله، نهار جديد وفيديو جديد، وانا معاكم وانتم معايا، ولهلي خطيكم عليا، وبسلامة عليكم وشكرا لكم. ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا حبايب ديالي.